بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تنظف الوحدة الخارجية عن طريق بلور الهواء؟ إزاي تنظف وحدة التكييف الخارجية بتاعتك عن طريق بلور الهواء؟ الوحدة الخارجية ورايا هناك، هي عايزين ننظفوها سوا. هنفك الغطا، تعالوا مع بعض. بص يا شباب، هنفك الغطا ده ونقف من فوق باستخدام البلور ده أهو، ننظف التكييف قبل التشغيل. طبعا يا شباب، انا طلعت فكيت المسامير وواجهت مشكله في جنب ميت، عايز نفك قصير زي ده كده، عايز نفك زي ده كده بس يكون صليبه مش عاده يعني، فانا ما اعرفش اتصرف، مش عندي يعني، فمفيش حل غير ان انا فكيت المسامير كلها من الثلاث جهات الا الجهه الميته ديت. هضطر ان انا ابقى رافع الصاجه دي، هوريكم من فوق. بس يا شباب امسك السلم يا احمد. طبعا التكييف مليان تراب، هرفع كده معلش بقى وانفخ التراب اللي هو على ايه، على المكثف اللي انتوا شايفينه ده، شايفين المكثف اهو، اللي هي المواسير دي، اللي هي المواسير دي هنفخها جامد وننضفها. وبعد كده ننضف الجزئيه دي برضو، ده الكباستور اللي الناس ما تعرفش ان ده الكباستور، في خط للمروحه، خط للكباس، وخط مشترك، وايه طبعا المروحه هنفضها برده. شايفين كميه التراب شكلها ايه؟ كل ده هنفضه باذن الله. لا لسه ما جاتش، انت امسك الفيشه، ما وصلتش. انت بس ايه زي ما قلت لك يا كده. انا خلصت تنظيف الجهاز بالبلور، طبعا ما كنتش عامل احتياطات السلامه زي الكمامه وكده، ما كنتش عامل حسابي صراحه، فالحمد لله على كل شيء. كده نظفت الجهاز بالبلور كده بعيد عن الميه خالص اهو، كده نظفته ونفخته كويس. طبعا انا خلصت الفيديو، لكن انا هحاول يعني ان انا لو في حاجه هعيدها تاني. تعالى اوريلكم الاول قبل ما ايه انهي الفيديو. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى نضيف ازاي. طبعا اللي شاف في اول الفيديو زي يعني ليس من راى كمن سمع، او من سمع كمن راى. جهاز نضيف اهو، المروحه برضه اللي وريتها لكم في اول فيديو اهي نضيفه الحمد لله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي وارحمهم كما ربياني صغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.